اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيقدم جدعان السوق العقاري. النهارده عندنا حلقه خاصه لتغطيه معرض سيتي سكيب، واللي احنا دايما بنقول ان هو من اهم واقوى المعارض العقاريه في العالم. معرض سيتي سكيب السنه دي هو كان اكبر معرض عقاري في تاريخ مصر، كان على مساحه 22,000 متر مربع بزياده عن السنه اللي فاتت. زاروا السنه دي اكتر من 70,000 زائر. السنة اللي فاتت تحديداً أو المعرض اللي فات زاروا 25 أو 26 ألف زائر. متخيلين حضراتكم حجم الناس اللي زارته قد إيه؟ المعرض السنة دي كان بيأكد أهمية قطاع التطوير العقاري وأهمية قطاع العقارات في مصر، وإن قطاع التطوير العقاري ما زال ولا يزال هو الملاذ الآمن للاستثمار في مصر. ومهما كانت الأزمة شديدة أو أزمة قوية اللي بيتمر بيها مصر أو بيمر بيها العالم كله، لا زال القطاع العقاري هو الحصان الرابح للاستثمار في جميع القطاعات وجميع المجالات. ومهما الناس قالت ان في ازمه غلاء او ازمه موجوده في مصر حاليا، الا ان القطاع العقاري بيثبت عكس ذلك. 70,000 زائر طبقا للتقارير اللي اعلنت عنها شركه انفورما المنظمه للمعرض. 70,000 زائر بيدوروا على فرصه يقدروا يعظموا بيها حجم مدخراتهم او استثمارات المدخرات بتاعتهم. المعرض من اليوم الاول وكان عليه اقبال غير طبيعي، كلنا لمسناه وشفنا قد ايه جدعان السوق العقاري وهم في قلب المعرض. كل شركه بتعلن عن احدث منتجاتها واحدث مشاريعها في تنافس، وتنافس صحي. كل الشركات واقفه جنب بعض بتعرض منتجاتها. واللافت للامر ان احنا لقينا فرص حقيقيه في قلب المعرض. شركات عملت عروض على المقدمات، لقينا حاجات زيرو داون بيمنت او بدون مقدم خالص. لقينا ان هم بيمدوا فترات السداد بتاعه المشروع، اللي بيبيع على 6 سنين خلاها 7 سنين و8 سنين، واللي بيبيع على 7 او 8 سنين زود 8 سنين و9 سنين. في حاجه حابب اشير اليها مع حضراتكم. انا السنه اللي فاتت كنت في زياره لاحدى الدول العربيه لزياره معرض سيتي سكيب. فرق كبير جدا في حجم الاقبال من الناس على المعرض، فرق كبير في حجم العارضين، فرق كبير في حجم الشركات اللي عارضه جوه المعرض، والبوثز وطريقه العرض اللي كانت موجوده في المعرض. ده بياكد وبياكد كمان مره ان الاستثمار العقاري ما زال هو الاستثمار الامن. ميزه الاستثمار العقاري ان هو مش محتاج ان انت يبقى عندك نو هاو او عندك معلومات تقنيه عشان تستثمر فلوسك. فالاستثمار العقاري هو الاستثمار السهل والامن، وكمان انت ما بتبذلش مجهود عشان تنمي الاستثمار ده. انت بتشتري حاجه بتدفع فلوسها على 9 سنين 8 سنين، لكن تمنها موجود من النهارده وبتدفعه بالقسط. فهو بكل الاحوال النموذج العقاري لمصر هو من احسن النماذج الاستثماريه اللي موجوده في العالم. شركه انفورما المنظمه للمعرض تداركت السلبيات اللي حصلت قبل كده وكنا اشرنا ليها في البرنامج. يبقى البروكر او المسوق او السمسار العقاري موجود على باب المعرض، يبتدي يسال حضرتك وحضرتك بتدور على ايه، وياخدك هو للشركات اللي هو متعاقد معاها. طبعا ده اسلوب غير حرفي او غير مهني بيستخدمه بعض المسوقين العقاريين. أشرنا إليه المعارض اللي فاتت اللي غطيناها. السنة دي كان في حرب على الموضوع ده. شركة انفورما كانت منزلة موظفين كتار جداً لمحاربة هذا الموضوع، إن العميل وصل للمعرض يبقى العميل هو اللي يخش يتفرج على المعرض، محدش يوجهه جوه المعرض. لو البروكر أو المسوق العقاري متفق مع العميل من الأول إن هو هيستناه ويجيبه، ده موضوع آخر. ده باختصار اللي كنت حابب أناقشه فيه مع حضرتك. والكلام عن سيتي سكيب ما بيخلصش. تعالوا عندنا تغطية النهاردة مخصوصة لمعرض سيتي سكيب، خليكم معانا. تشاهدون في حلقة اليوم. طريقة طرح الأراضي النهاردة وطريقة التعامل مع المستثمرين نقدر نقول عليها إنها طريقة ثورية. طورنا من الفكر بتاعنا في طريقة طرح الأراضي. أنا عرضت 15 تيسير قامت بيهم الدولة للمطورين العقاريين، وكان يمكن آخر مقترح اللي هو المقترحات التقديم من الخارج، وإحنا شغالين عليه فعلاً. يعني الزيادة تقريباً كانت قد إيه السنة دي لحد دلوقتي؟ فأسعار بيع زادت النهاردة بنسبة 50 أو 60%. سعر المتر مش المفروض يقل النهاردة، سعر بيعه من 40 لـ50 ألف جنيه. سيتي سكيب على مدار السنين الأخيرة في تطور مستمر، وده بيظهر في عدد الزوار الكبير اللي بيزيد سنة بعد سنة. احنا على مساحة اكتر من 35,000 متر مربع، احنا عندنا اكتر من 70 مطور عقاري، بنغطي تقريبا معظم انحاء الجمهورية كلها. واعتقد ده اكبر مساحة من العارضين وعدد عارضين. السوق العقاري المصري قوي جدا رغم التحديات. النهاردة سيتي سكيب ترجمة للكلام ده. أنا جيت يمكن الساعة 12 مع الافتتاح، حجم الناس كبير جدا، ده أول مرة نشوفها. عايز أعرف معرض سيتي سكيب بيمثل لكم إيه؟ إحنا البلان بتاعتنا إن إحنا نبقى موجودين في سيتي سكيب على طول، لأنه من أقوى المعارض في مصر وفي المنطقة دي.
طبعا مصر ايطاليا محتله المركز الثاني في مبيعات شرق القاهره على مدى سنين، عاملين حجم استثمارات قوي جدا جوه العاصمه الاداريه على ارض الواقع. مدينه العالمين اعلنت عن نفسها بقوه السنه دي، ويمكن مهرجان العالم عالمين كان فعلا نقله في السياحه في الساحل الشمالي. طبعا تواجد مدينه العالمين ادى ثقل كده للساحل الشمالي، وان شاء الله نتمنى تشغيل مطار العالمين بقوه، محتاجينه قوي ومحتاجين فنادق اكتر. تشاهدون الآن طريقة طرح الأراضي النهاردة وطريقة التعامل مع المستثمرين، نقدر نقول عليها إنها طريقة ثورية. طورنا من الفكر بتاعنا في طريقة طرح الأراضي. أنا عرضت 15 تيسير قامت بيهم الدولة للمطورين العقاريين، كان يمكن آخر مقترح اللي هو المقترحات التقديم من الخارج، وإحنا شغالين عليه فعلاً. الزيادة تقريباً كانت قد إيه السنة دي لحد دلوقتي؟ فأسعار بيع زادت النهاردة بنسبة 50 أو 60%. سعر المثل مش المفروض يقل النهاردة سعر بيعه من 40 ل 50 ألف جنيه. سيتي سكيب على مدار السنين الأخيرة في تطور مستمر، وده بيظهر في عدد الزوار الكبير اللي بيزيد سنة بعد سنة. احنا على مساحة اكتر من 35 ألف متر مربع، احنا عندنا اكتر من 70 مطور عقاري، بنغطي تقريبا معظم انحاء الجمهورية كلها. من المؤشرات القوية اللي دايماً بتطمننا على مستقبل صناعة العقار في مصر هو نجاح تنظيم المعارض والمؤتمرات العقارية، لأنها بتكون ملتقى مهم لجميع أطراف المنظومة، المسؤول الحكومي والمطور وشركات الاستشارات والخدمات العقارية وأكيد العميل، وبتمثل فرصة قوية لمناقشة جميع قضايا وملفات الصناعة وتقديم حلول مهمة للتحديات اللي بتواجه القطاع، وكمان فرص وعروض قوية في مشروعات بتتنفس في أهم المناطق في مصر. وده اللي شفناه وإحنا بنشارك حضراتكم في النسخة الـ 12 من معرض سيتي سكيب مصر، أكبر حدث عقاري في الشرق الأوسط بيتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسنة دي قدم فيه 70 عارض، مجموعة متنوعة من الفرص في الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والفندقية. وبالمناسبة معرض سيتي سكيب اللي بتنظمه شركة إنفورما ماركتس المتخصصة في تنظيم المعارض، ناقش كمان من خلال منصة سيتي سكيب توكس آخر إجراءات الحكومة لدعم المطورين، وعرض آراء مهمة لخبراء السوق العقاري عن مستقبل صناعة العقار في مصر، وكمان خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة، واتكلم عن أحدث معايير التصميم والبناء والتقنيات المتطورة في منظومة تسويق المشروعات وأدوات جديدة لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم. ودلوقتي تعالوا نقابل الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واحد من أهم المشاركين في معرض سيتي سكيب مصر من خلال منصة سيتي سكيب توكس. هيكلمنا دلوقتي عن تفاصيل 15 إجراء أقرتهم الدولة لدعم صناعة العقار في مصر. طريقة طرح الأراضي النهاردة وطريقة التعامل مع المستثمرين نقدر نقول عليها إنها طريقة ثورية. الحمد لله. التفاصيل اللي حضرتك عرضتها علينا النهاردة فعلاً في غاية الأهمية، عايزين نعرف من حضرتك نبذة عنها. زي ما أنا شرحت يمكن في البرزنتيشن إن إحنا طورنا من الفكر بتاعنا في طريقة طرح الأراضي، عملنا أكتر من طريقة للطرح، بتبدأ طبعاً بالطرح بالجنيه المصري من خلال آلية الطرح بالطلب، إن أنا بشوف طلبات المطورين إيه وأنا اللي ببدأ أوفرها لهم وأطرحها لهم على البوابة الإلكترونية، يقدر من خلالها يدخل يسجل شركته المرة واحدة، ما بيسجلهاش أكتر من مرة ويبدأ يتعامل عليها. لما بدأنا في الآلية دي بتاخد بالظبط 2 شهر 3 شهور بالظبط يكون الفرصة خلصة. المستثمر الأجنبي قال أنا مش حابب إن أنا أدخل على بوابة وأخد وقت وكده، أنا عايز أجي أخد الأرض بسرعة وأنجز فيها. فاقترحنا آلية جديدة إن والله لو أنت هتتقدم بالدولار تقدر إن أنت تيجي على طول مباشرة تاخد الأرض اللي أنت عايزها، والموضوع ده ليه إقبال كبير جدا لدرجة إن المطورين المصريين قالوا طب إحنا عايزين يبقى لينا نفس الميزة، وفعلا وافقنا على إن يبقى فيه نفس الميزة الخاصة بالمطورين، وحصل إقبال كبير جدا. يمكن ظهر أكتر بشدة في 2023 وأواخر 22. التنوع الكبير في طريقة عرض الاستثمار أكيد إن شاء الله هيوسع في طرح الفرص الاستثمارية، ولحضرتك برضو عرضت لنا النهاردة مجموعة كبيرة من الفرص هيتم طرحها في خلال الربع الأخير من سنة 23 والعام القادم إن شاء الله، كلهم هيتطبق عليهم نفس الآلية.
مظبوط. احنا دي الاليه الرسميه بتاعتنا دلوقتي من خلال الموقع الالكتروني، اي حد يقدر يدخل يشوف الطروحات الموجوده عندنا وبيتقدم عليها بسرعه، وممكن العكس هو اللي يرفع الفرصه على الموقع ونبدا نشوف ايه حجم الاقبال عليها. ده بالنسبه لاول حاجه. لما بدانا نشتغل فيه برضو بعض المقاولين بيبدا يتحول لجزء من التطوير العقاري وينشئ بيه مطورين صغار مطورين، فبداوا يقولوا طب احنا ممكن الفلوس اللي احنا بنشتغل فيها بالمقاولات نحولها لقطع اراضي نقدر نستغلها. فقررنا آلية تانية اللي هي لو ليه مستخلصات، لو ليه مستخلصات خاصه بالدوله يجي ياخد مكانها ارض. وبرده الحمد لله يمكن 500 قطعه ارض فرصه استثماريه اتحققوا من ساعه ما بدانا الآلية برده في اواخر 22. كمان طريقه عرض الفرص الاستثماريه وتقسيمها لفرص جاذبه حاليا للاستثمار وفرص تانية واعده جدا وحضرتك بتطرحها، طريقة التقسيم دي برضو كانت هايلة، عايزين حضرتك تكلمنا أكتر عن طريقة التقسيم دي وليه قسمتوها بالشكل ده؟ طبعا احنا قسمناها بناء على حجم الطلبات الموجودة عندنا واللي احنا شاهدناها من كتر التعامل مع المستثمرين، فوجدنا ان القاهرة الجديدة، شيخ زايد، الساحل الشمالي، العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين، في اقبال كبير جدا من المطورين على التنميه فيها. فاحنا حابين نلفت النظر ان الاماكن دي يا جماعه فيها حجم المطورين كبير وبالتالي حجم طلب كبير، فدي من اهم الاماكن اللي ممكن نستثمر فيها. وفي اماكن واعده بدات الانظار تتجه اليها زي المنصوره الجديده، اسوان، غرب اسيوط، بدات حتى العبور الجديده، سفينكس بدا يبقى في اقبال عليها. فبننوه للمطورين والمستثمرين يخلي بالك في كمان بدأت تنشأ أنت ممكن تدرس فيها فرصة استثمارية جيدة. آخر جزئية برضو حضرتك عرضتها النهاردة والخاصة بالدعم اللي قدمته للمطورين خلال الفترة اللي فاتت، عايزين نعرف من حضرتك لو في خطط إضافية لدعم المطورين خلال الفترة اللي جاية. بالفعل احنا كنت انا عرضت 15 تيسير قامت بيهم الدولة للمطورين العقاريين وكلهم بيصبوا في الاستثمارات المالية للمطور، ان هو بيوفر له فلوس كانت المفروض تدفع لشراء مدة، فلوس لشراء نسب بنائية إضافية، كل ده وفرته الدولة عليه ووصلنا لنسب 80%، وده دعم هايل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. تأثير وعمل تأثير جيد جدا شاهدناه في الفترة الأخيرة، وهم تقبلوه بشكل هايل، بدأت كلها فعلا الشركات كلها بدأت تشتغل بشكل جيد وبدأ يبقى في تعاون مستمر بينه وبينهم. وأنا أشرت في الآخر إن احنا في تلقي دائم لأي مقترحات ممكن المطورين يقدموها لينا، وكان يمكن آخر مقترح اللي هو مقترحات التقديم من الخارج واحنا شغالين عليه فعلا. الأزمة الاقتصادية العالمية بالتأكيد بتكون دايما محور نقاش أي حدث عقاري، وأثرها على السوق في مصر حقيقي كانت واضحة في الفترة اللي فاتت، لكن المفاجأة اللي كشف عنها عميد المطورين المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر كانت في إعلانه عن موعد انتهاء الأزمة وحجم زيادات المتوقعة في مبيعات المطورين الربع الأول في سنة 2024. كلام مهم، تعالوا نسمع بيقول إيه. حضرتك طبعا رئيس مؤتمر سيتي سكيب، والنهاردة كنت بتدير أول جلسة حوارية تمت في توكس اللي كان لأول مرة بيتعمل جوه معرض سيتي سكيب، عايزين نعرف من حضرتك لمحة عن أهم المواضيع اللي اتناقشت فيها مع كبار المطورين. النهاردة كان في الجلسة معايا مهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، ومعايا مجموعة من كبار المطورين في مصر، وكان بنناقشهم في التحديات اللي حدثت في زيادة الأسعار، إيه هي التحوطات اللي تاخدها كل شركة عشان يواجهوا بيها هذه التحديات علشان يقدروا يتخطوا بيها الأزمة، لأن في النهاردة حقيقة تحديات كبيرة جدا حصلت مع الشركات دهيت في زيادة الأسعار لمبيعات باعوها من سنتين فاتت وهيسلموها بعد سنتين جاية. فالموضوع ده هو مش من السهل ان اي حد يتعامل معاه. كلنا بنشوف ان عمر شركات تطوير عقاري لو ما كانتش شركة محترفة بتعرف تتعامل مع المشاكل والتحديات بيبقى عمرها من عمر مشروع. حضرتك شايف ان الأزمة عدت ولا احنا في وسط الأزمة ولا لسه في البداية؟ لا، انا شايف ان الأزمة عدت، وشايف ان الشركات العقارية النهاردة بتتعامل مع أزمة من خلال زيادة الأسعار عشان السعر يتوزن مع التكلفة اللي زادت. وأنا بقول إن التكلفة السعر العقار عشان يتوزن مع التكلفة اللي زادت اللي في ديسمبر اللي فات لسه هيتوزن في الربع الأول من 24، يعني لسه متوقع زيادة مش أقل من 40-50% كمان في الربع الأول من 24 لأن أسعار الوحدات. لأن العقار بيتأثر ببطء، العقار ما يقدرش لو التكلفة زادت 100% ما ينفعش العقار يزيد
100% ايضا في نفس اللحظه، والا هيحصل فريز في السيلز او طبعا. وبالتاكيد هم المطورين بيزودوا تقريبا كل فتره 10% 10% 10% 10%، ولكن ما زال لسه مش سعر مش متزن. سعر مثل مش المفروض يقل النهارده سعر بيعه من 40 ل 50 الف جنيه. الزياده تقريبا كانت قد ايه السنه دي لحد دلوقتي؟ فاسعار بيع زادت النهارده بنسبه 50 او 60%. وزيادة التكلفة كانت تقريباً قد ايه؟ كان في حدود أكثر من 100% حصلت في خلال ديسمبر الماضي. طب هل السوق هيقدر يستوعب كل الزيادات السعرية دي؟ واضح إن السوق بيستوعبها بدليل الزيادة اللي حصلت في خلال النص الأول، وأنا بقول لك إن حصل زيادة في الأسعار 70%، حجم البيع لكل الشركات العقارية زاد، وزاد بأكثر من 100%. بسبب إيه؟ بسبب إن المصريين بيحبوا يستثمروا ويحافظوا على مدخراتهم الموجودة، وبالتالي بيستثمروها في العقار. فمعظمهم هجم على ان هو يستثمر فلوسه وحافظ على قيمه فلوسه من خلال شراء عقار او وحدة عقارية او مكتب او محل، وبالتالي ده في خلق طلب جديد على الشركات رغم التحدي والأزمة دهيت. حجم كل في حصل نمو كبير جدا في حجم المبيعات للشركات العقارية. السيد روبير دانيال مدير معرض سيتي سكيب مصر، كلمنا عن أسرار تنظيم أكبر معرض عقاري في مصر والشرق الأوسط، وعرفنا بالتفصيل دور منصة سيتي سكيب توكس اللي بتستهدف مناقشة تطورات الصناعة بين الدولة والمطورين، وكمان دور المرأة في صناعة العقار. سيتي سكيب على مدار السنين الأخيرة في تطور مستمر، وده بيظهر في عدد الزوار الكبير اللي بيزيد سنة بعد سنة. عايزين نعرف منك إيه آخر التطورات اللي عملتوها في سيتي سكيب السنة دي؟ اهلا بيك طبعا في المعرض السنه دي في النسخه 12 من معرض سيتي سكيب مصر. طبعا في تغييرات كتيره قوي بتحصل في المعرض من سنه لسنه، في تطور كبير بيحصل في سيتي سكيب مصر بالاخص. عندنا طبعا السنه دي الشكل العام كله للمعرض اختلف، عندنا عارضين اكتر من السنين اللي فاتت، احنا على مساحه اكتر من 35 الف متر مربع بتغطي 4 قاعات في مركز مصر للمعارض الدولية. احنا عندنا اكتر من 70 مطور عقاري بنغطي تقريبا معظم انحاء الجمهورية كلها من جميع المشاريع من تنوعها، من كان من سكني لتجاري لإداري لحتى صناعي، تقريبا معظم المشاريع كلها موجودة في مكان واحد وهو سيتي سكيب مصر السنة دي. عايز اتكلم معاك على الاخص بذا توكس اللي عملتوها السنة دي جوه معرض سيتي سكيب. في العادي كنتوا بتعملوا كونفرنس قبل سيتي سكيب بيضم كبار المطورين في مصر، ايه اللي خلاكوا قررتوا تعملوا ذا توكس او الكونفرنس بتاع سيتي سكيب جوه المعرض؟ بالنسبة لمنصة سيتي سكيب توكس، هي كانت موجودة معانا من فترة من أكتر من 4 سنين، كانت جزء من المعرض. بعد كده كان الكونفرنس لوحده منفصل عن المعرض، كان دايما الكونفرنس بيكون تقريبا أسبوعين قبل فترة المعرض. فجالنا طلبات كتير حتى من المطورين ان احنا عايزين نخلي المنصة دي تكون جوه الفلور جوه المعرض نفسه، ويكون جزء من المعرض ويكون مكمل كمان للمعرض. بصراحة كانت الفكرة هايلة، شايفين إقبال هايل من كل الزوار ومن المتخصصين. مظبوط، احنا شفناه من النهارده يعني اعداد كبيره جدا الحمد لله اللي حضرت. السنه دي بنintroduce منصه جديده برضو هتكون موجوده اسمها واير، دي عباره عن women in real estate، المراه في مجال العقارات، دي هتكون موجوده ايضا، دي حاجه جديده هتكون موجوده في الفلور على منصه سيتي سكيب توكس. النجاح الكبير اللي اتحقق في سيتي سكيب وخصوصا في السنين الاخيره، هل ما يشجعكمش ان سيتي سكيب يكون اكتر من مره في السنه؟ هو في بلانز، احنا بنفكر ان احنا يعني يكون في اكتر من بلاتفورم ان احنا نينجيج مع السوق اكتر في الفتره اللي جايه، بس لسه تحت الدراسه. تشاهدون بعد قليل. واعتقد ده اكبر مساحة من العارضين وعدد عارضين. السوق العقاري المصري قوي جدا رغم التحديات. النهاردة سيتي سكيب ترجمة للكلام ده، أنا جيت يمكن الساعة 12 مع الافتتاح، حجم الناس كبير جدا، ده أول مرة نشوفها. عايز أعرف معرض سيتي سكيب بيمثل لكم إيه؟ إحنا البلان بتاعتنا إن إحنا موجودين في سيتي سكيب على طول لأنه من أقوى المعارض في مصر وفي المنطقة. تشاهدون الآن. وأعتقد ده أكبر مساحة من العارضين وعدد عارضين. السوق العقاري المصري قوي جدا رغم التحديات. النهاردة سيتي سكيب ترجمة للكلام ده، أنا جيت يمكن الساعة 12 مع الافتتاح، حجم الناس كبير جدا، ده أول مرة نشوفها. عايز أعرف معرض سيتي سكيب بيمثل لكم إيه؟ إحنا البلان بتاعتنا إن إحنا موجودين في سيتي سكيب على طول لأنه من أقوى المعارض في مصر وفي المنطقة. الدكتور
الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، واحد من رواد صناعة العقار في مصر، دايماً بيكون حريص على المشاركة في الأحداث والمعارض العقارية المهمة. والنهاردة في معرض سيتيسكيب كان ضروري يجاوب على سؤال مهم: يا ترى دخول المطورين المصريين بقوة للسوق السعودي في الفترة الأخيرة هيأثر على مستقبل الصناعة في مصر ولا لا؟ تعالوا نسمع كان رده إيه. قبل ما نتكلم عن سيتيسكيب مصر، احنا لسه راجعين من سيتيسكيب جلوبال اللي اتعمل في مدينة الرياض. حضراتكم كنتم من المشاركين في المعرض، ففي كلام بيثار ان الشركات المصرية بتخرج من مصر وراح دول اخرى وبتحاول تدور على اكزيت سيناريو. تعليق حضرتك ايه على النقطة دي تحديدا؟ لا والله انا سعيد جدا بالسؤال ده، ويعني كنت منتظره برضو لان اكيد احنا كمان بنسمع الكلام ده. اولا انا سعيد بوجودي معاكم وسعيد بسيتيسكيب القاهرة النهاردة، سيتيسكيب مصر. سيتيسكيب جلوبال في الرياض كان نجاح قوي جدا منقطع النظير يعني، وكان فيها ابهار من ناحية المشاريع المعروضة والشركات اللي موجودة. سعداء ان احنا شاركنا وكنا ممثلين وسفراء لمصر في سيتيسكيب جلوبال مع عدد محدود من الشركات المصرية. اعتقد النقطة اللي حضرتك اثرتها نقطة مهمة جدا جدا. خليني اتكلم عن تجربتنا الشخصية. احنا من 2019 واخدين قرار كشركة تطوير مصر، بعد الحمد لله ما كنا قدرنا نسبة تواجدنا في السوق العقاري المصري، ان احنا محتاجين نتوسع في اسواق اقليمية، لان احنا بنعتبر التوسع ده جزء من تصدير الخبرات والنوهاو اللي احنا اكتسبناه. بالظبط. فده موضوع يعني انا بضحك ليه، لان ده موضوع بيعبر عن قوة وشهادة لمصر وشهادة القطاع العقاري المصري. فاحنا خدنا القرار ده وابتدينا ندرس اسواق لغاية ما استقرينا على السوق السعودي. استقرينا على السوق السعودي ليه؟ لان في مقومات واضحة جدا. اولا الكالتشر والثقافة قريبة مننا، في تقارب بين الشعبين. عدد السكان تاني اكبر عدد سكان في المنطقة بعد مصر، 32 مليون نسمة. نسبة الشباب كبيرة، 60% تحت 30 سنة. في توجه من الدولة لتملك العقار، بيحاولوا يرفعوا النسبة ل 70% على 2030. رؤية 2030 طموحة جدا في المملكة. خطة 2060 بنفس الطموح. في منظومة كاملة للقطاع العقاري هناك، من الأراضي والفرص، التمويل البنكي، التمويل العقاري، التسجيل، قوة شرائية. فبالتالي سوق نموذجي ان احنا نكرر تجربتنا. لو انا ما دخلتوش غيري هيخشوا. وفي حاجة مهمة بقى جدا، مهمة جدا، الرغبة الشديدة عند الدولة السعودية لاستقطاب القطاع العقاري المصري هناك. ليه؟ لأن هم شافوا أن التجربة اللي القطاع العقاري المصري حققها في مصر في العشر سنين اللي فاتت تجربة نجاح قوية. القطاع الخاص المصري نجح في تقديم جودة حياة. ترجمنا الكلام ده لتواجد هناك، وقعنا شراكة استراتيجية مع نايف الركحي انفستمنتس، وإن شاء الله إحنا بنأسس مع بعض كيان كبير للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والكيان ده هينطلق بعد كده لأماكن أخرى. طبعا هنشتغل مع بعض في مصر، بعد السعودية هننطلق لكل دول العالم. يبقى هنا أنا بقول إيه، إحنا نجحنا إن إحنا نخرج بالنوهاو بتاعنا، بإمكانياتنا، بخبراتنا، بالتجارب اللي إحنا اكتسبناها في القطاع العقاري المصري نخرج بيها للسوق السعودي. نرجع هنا على القاهرة، وعندنا معرض سيتيسكيب القاهرة، واعتقد ده اكبر مساحة من العارضين وعدد عارضين. اللي احنا بنترجم ده لايه؟ لسه العقار هو الاستثمار الامن، لسه هو الملجأ للناس ان هي تحافظ على مدخراتها. طبعا هي السنة دي وضحت ده بقوة. اعتقد النص الاولاني والتقرير اللي نزلت على النص الاولاني والنمو اللي حصل في القطاع العقاري في النص الاولاني السنه دي مقارنه بالنص الاولاني السنه اللي فاتت، دي شهاده ان الاقبال على القطاع العقاري كبير. اعتقد ان الاستثمار في القطاع العقاري زاد، رغبه الناس في تامين مدخراتها من خلال العقار بقت اعلى. العقار بيقدم فرصه، ما فيش خلاف عليها. الفرصه اللي موجوده في مصر كمان ان خطه التنميه العمرانيه اللي الدوله متبنيها في العشر سنين اللي فاتت بتخلق فرص كتيره جدا للقطاع العقاري. فبالتالي الاراضي موجوده، الفرصه موجوده، الرغبه في الشراء موجوده. نضيف حاجه بقى، ان الجهود اللي اتعملت في السنين اللي فاتت في العاصمه الاداريه مدينه الجلاله ومدينه العالمين اترجمت، ابتدى يبقى فيه مدن قائمه على الارض.
مثلا هدي مثال بتجربه واضحه كلنا حسينا بيها، مدينه العالمين الجديده والفرق اللي حصل في الساحل الشمالي. اعتقد ان الساحل الشمالي التكامل ما بين مدينه العالمين الجديده ومشروعات القطاع الخاص ادى الى وجود ديستنيشن قويه جدا حقيقي. مقصد قوي جدا. السنه دي شفنا سياحه غير عاديه، سنه اولى. السنه انا بقول دايما ان مدينه العالمين السنه دي هي سنه اولى سياحة. فاحنا حققنا معدلات سياحيه في مصر غير مسبوقه من خلال تكامل مدينه العالمين مع المشروعات. السنه دي الاول سنه ابتدينا نشوف بقى ان القطاع الخاص ابتدى يتوجه بقوه للشق الفندقي. مدينه العالمين واللي حصل فيها قدرت تحرك الساحل الشمالي، وده يمكن اللي احنا كنا بنقوله. وانا اعتقد اننا بالتدريج هنشهد ظاهره تحول الساحل الشمالي الى اول يير راوند. انا ابتديت احسها السنه، ابتديت احس انها موجوده لو ركزنا اكتر على سياحه المؤتمرات، وابتدينا نقدر نجذب مؤتمرات مهمة صح لمدينة العالمين في فترة الشتاء. نركز على المؤتمرات، فيها ميزة انها بتخلق بيزنس صح. فبيجي لك ناس كتير. الجامعات والتعليم، النشاط ده بيجيب ناس كتير فترة الشتاء. هنشهد انتعاشة في الشق الفندقي وانتعاشة في الإيجارات. السوق العقاري المصري قوي جدا رغم التحديات. النهاردة سيتي سكيب ترجمة للكلام ده، انا جيت يمكن الساعة 12 مع الافتتاح، مش عارف تدخل، حجم الناس كبير جدا، ده اول مره نشوفها. مقدم لنا ايه بقى النهارده في سيتي سكيب؟ بص، احنا في سيتي سكيب الحمد لله عندنا حاجات في كل مشاريعنا، عندنا وحدات في كل مشاريعنا في الست مشروعات. طبعا الساحل بيبتدي يهدى شويه لان الساحل كان فيه نشاط كبير قوي في الشهور اللي فاتت كبيع، ولكن احنا عندنا بعض الوحدات المتاحه في الساحل، بس التركيز الاكتر على بلوم فيلز في شرق القاهره في مستقبل سيتي، وخصوصا ان احنا في خلال الاسابيع الجايه هنبدا تسليم اول جزء في المشروع، وان شاء الله هنقدر نوري الكواليتيز اللي احنا عاملينها في المشروع واللايف ستايل المختلف. احنا مقدمين لايف ستايل مختلف خالص في بلوم فيلز من خلال خدمات موجوده على اسطح الكلاسترز بتاعت المباني، نموذج زي اللي بنشوفه بره بحمامات سباحه بانشطه ترفيهيه، يعني كان الكلاب هاوس بقى على الروف. ظهرت ولا لسه؟ ظهرت خلاص، ده بتتشطب وهنسلم خلال الاسابيع لازم الجايه. لازم نشوفها طبعا، يسعدنا نرحب بيكم ونصور هناك ونوريها للناس. حاجه جديده الناس تشوفها، حاجه جديده. عندنا المونت جلالة طبعا عمل مستمر على قدم وساق، وعندنا ريفرز في زايد. يمكن اللي كمان حابب أكد عليه ان احنا بنهاية السنة دي هيبقى عندنا اربع مشروعات من مشاريعنا الستة فيها تسليم وفيها تشغيل وفيها حياة. لا ده كمان انا لسه كنت عايز اقول لحضرتك، من احنا من اشهر سنة او سنة ونص كانوا ثلاث مشروعات، الشركة بتنمو الحمد لله بسرعة كبيرة، واضح الجدية رغم ان احنا خارجين في السوق السعودي وبنعمل شغل، انما احنا زودنا في محفظه اراضينا في مصر اكتر من 400 فدان في اخر 10 اشهر. بنهايه السنه دي ان شاء الله هنبقى مسلمين ما يقرب من 3600 وحده في مشروعاتنا. السنه دي احنا كان حجم استثماراتنا في النص الاول حوالي 3 مليار جنيه، واعتقد بنهايه السنه هيوصل ل 6 مليار. فالحمد لله في جديه، في انتاج على الارض، وربنا يوفقنا ويوفق كل زملائنا في معرض سيتي سكيب. القطاع العقاري فيه ميزة انه بيتحرك ككتلة واحدة صح. العلاقات بين الشركات كلها ايجابية، كلنا لمسينها بصراحة، وفي دعم قوي، بندعم بعض وبنسبورت بعض وبنتناقش مع بعض وبنتعلم من بعض. وبنسند بعض. شركة IGI Developments من الكيانات القوية اللي عمرها في السوق العقاري في مصر بيمتد لأكتر من 30 سنة، وبتمتلك قاعدة عملاء وصلت حوالي 40 ألف أسرة، والنهاردة بتقدم لعملائها مجموعة من الفرص والعروض القوية من خلال معرض سيتي سكيب مصر. ومؤخراً كمان أطلقت أول مشروع تجاري وإداري وطبي في منطقة غرب القاهرة، تعالوا نعرف تفاصيله من المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI Developments اللي بيدير الشركة باحترافية شديدة، وقدر يحقق نسب مبيعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأشرف على تنفيذ مجموعة من أهم المشروعات بالسوق العقاري. زي ما بنشوف تطور كبير في IGI النهاردة وفي المشروعات بتاعتها على مدى السنين اللي فاتت بالذات، كمان بنشوف تطور كبير في المعارض اللي بتحضرها IGI وفي شكل البوث. حقيقي سنة عن سنة في تطور ملحوظ وفي إقبال هايل من العملاء. عايز أعرف معرض سيتي سكيب بيمثل لكم إيه؟ شكرا محمد. سيتي سكيب من المعارض المهمة جدا في مجال التطوير العمراني والعقاري، مش بس في مصر وفي المنطقة كمان. فطبعا كلامك مظبوط، احنا استراتيجية التسويقية بتاعتنا سواء في مصر او خارج مصر في المنطقة العربية بدأت بسيتي سكيب. دي الاشتراك التاني على التوالي، السنة اللي فاتت كنا موجودين برضو، واحنا البلان بتاعتنا ان احنا موجودين في سيتي سكيب على طول لانه من اقوى المعارض في مصر
وفي المنطقة زي ما قلت لك. بالنسبة لاستراتيجيتنا مش بس هتبقى في مصر، يعني المعارض بتاعتنا احنا شاركنا في معرض زي هذه مصر في شهر 5 السنة دي 2023 ده كان في الرياض. في شهر نوفمبر 23 عندنا خطة تانية هنروح مع نايل اكسبو، هنبقى موجودين في جدة وفي الرياض برضو في السعودية. في سوق هايل ومبشر جدا موجود في السعودية. عندنا كمان في بندرس دلوقتي ان احنا نروح دبي في فبراير اللي جاي مع هذه مصر برضو. عندنا اكشلي خطتنا في ان احنا نظهر في المنطقة وفي دول الخليج، خطة واعدة جدا. أجان التسويق جزء مهم جدا من السايكل بتاعت التطوير العمراني. هل المعارض دي بتمثل بس فرصة للماركتينج والبي آر والتواجد والبراندينج للشركة، ولا كمان بيكون في فرصة كويسة للمبيعات؟ في رأيي هو الاثنين طبعا. بوزيشنينج، انت لازم يبقى عندك اكسبوجر، لازم تظهر، لازم تتواجد، لازم الكلاينت يشوفك، لازم الكلاينت او العميل اللي اشترى منك من فترة يلاقيك متواجد عشان يطمن على استثماراته. ده من ناحية، وانتو من أقدم الشركات اللي موجودة في السوق. ده حقيقي فعلا يا سراج، احنا من قرابة 30 سنة موجودين في السوق المصري. النقطة التانية طبعا بيحصل مبيعات. احنا اكشلي اتفاجئنا في السعودية، احنا كنا رايحين عشان لسه نبص على يعني نبتدي نشوف التواجد هناك هيبقى شكله ايه، لقينا استكشفوا السوق، كنا بنستكشف فعلا، لقينا ان في في ناس كتير جدا جات والمعرض بغرض الشراء ودفعت فلوس وحجزت واشترت معانا. هل اشتروا كانوا غير مصريين ولا بس المصريين اللي عاملين بالخارج؟ الحقيقه الشريحه الاكبر كانت المصريين اللي عاملين بالخارج، ولكن لقينا كتير قوي من مصريين عاملين مثلا في الرياض جايبين معاهم سعوديين انترستد، ولما شافوا المشروع او شافوا المشاريع اللي احنا بنطرحها والاوفرز اللي كنا عاملينها، في ناس اشترت فعلا وحطت مقدمات بالرغم ان هي ما كانتش جايه تشتري، لما سمعت وبدات تسال وتشوف وشافت التفاصيل ناس اشترت فعلا. وجودكم في السوق كواحده من اكبر الشركات واقدم الشركات على مدى 30 سنه اكيد بقى عندكم قاعده عملاء كبيره، نقدر نقول ان ده سلاح ذو حدين. لو العملاء دول راضيين ده بيساعدكم تكبروا قاعده العملاء وتبيعوا اكتر، ولو العكس مش هيحصل كده. هل ده نقدر نترجم بيه التطور الكبير في مبيعات اي جي اي في خلال الفتره اللي فاتت، ان في عندكم قاعده عملاء كبيره راضيه عن وجودها في مشروعاتكم؟ ده سؤال كويس قوي. احنا قاعده العملاء عندنا، احنا موجودين في السوق من 30 سنه، موجودين في الغرب بشكل اكبر. قاعده العملاء عندنا حوالي 40,000 نسمه. كلامك مظبوط، احسن سفير او احسن حد يتكلم عن المنتج بتاعك هو العميل بتاعك. طبعا في نفس الوقت there is a flip side، ان انت مش دايما بتقدر ترضي كل العملاء، ولكن احنا بنقول احنا الغالبية عندنا راضيين، بدليل ناس اوريدي اشترت عندنا في مشاريعنا وهي بترفير لعملاء جدد وهم اللي بيجوا يشتروا. الحاجة التانية انك بتلاقي كتير قوي من العائلات، لان احنا عندنا ناس ساكنة من حوالي 25 و30 سنة في الاسر اللي اولادها بتتزوج وبيدوروا على وحدات، فبيشتروا عندنا في المراحل الاخرى او في مشاريعنا عشان يبقوا جنب الوالد او الوالدة and so on. حابب كمان أبارك لكم على مشروع سيتي سنترال اللي بطرحتوه النهاردة في سيتي سكيب. ده أول مشروع تجاري لكم؟ ده حقيقي، ده أول مشروع تجاري لينا، وهو موجود في منطقة 6 أكتوبر. البرودكتس اللي بنقدمها هي العيادات ومكاتب offices ووحدات تجاري. طبعا التجاري ده بيبقى leasable، بيبقى للتأجير فقط. العيادات والمكاتب دي بتبقى للبيع. طب واسعاره وبالنسبة لخطط السداد بتكون ايه؟ بالنسبة للعيادة او المكتب بيبقى في حدود من 2.5 مليون ل 3 مليون على 5 و6 سنوات. بيبقى نص تشطيب وبيبقى modular، يعني بيبقى تقدر تتحكم في فرشه عن طريق انك تاخد، لو حبيت تاخد يونت او تاخد 2 يونتس وتفتحهم على بعض وتفرشهم. فاحنا جاهزين لده في الديزاين بتاع المشروع نفسه. خطة السداد؟ خطة السداد بتصل الى من 5 ل6 سنوات. وهل عندكم خطط لمشروعات كوميرشال تانية؟ طبعا، احنا في اطار الهيكلة بتاعت اي جي اي ديفلوبمنتس، احنا خطتنا الاساسية دلوقتي ان احنا يبقى عندنا شركة اي جي اي ديفلوبمنتس كشركة قابضة ويتبع ليها مجموعة من الشركات. شركة مثلا ودي تأسست بالفعل شركة لإدارة الأندية وشركة لإدارة الأصول الغير سكنية أو التجارية والإدارية وخلافه، وشركة لإدارة المجتمعات بعد تسليم الوحدات السكنية. وحاليا بندرس كمان في المنطقة في المشاريع الغير سكنية أو التجارية في منطقة دهشور من ناحية طريق الواحات. عندنا أرض بيتم هي دلوقتي مضينا مع الديزاينر أو المصمم، هتبقى برضو تجاري إداري، ودي في مكان مميز جدا. بس لسه احنا دلوقتي يعني في إطار الدراسات التحليلية
مضينا مع أكتر من مكتب، وإن شاء الله ممكن إحنا بنخطط إن إحنا نطلقها في أول إن شاء الله 24 السنة الجاية. كان ليكوا تواجد ناجح في شرق القاهرة، إمتى هنشوف مشروع جديد لآي جي آي في شرق القاهرة؟ وإمتى هتكونوا في الساحل؟ الساحل إحنا بندور دلوقتي فعلاً بجدية وبنذاكر كذا فرصة. إحنا الحقيقة الساحل بنفكر فيه بشكل مختلف شوية يا سراج. بنفكر إحنا شايفين إن لسه في فرصة، دراسات بتقول الكلام ده، إن بتقدر تقدم برودكت الأوضة والأوضتين والثلاث أوض ماكسيمم المتشطبة اللي هي عندها سي فيو فول سي فيو لكل الأسر، إن هي من حقها إن هي تستفيد إنها تسافر الساحل الشمالي وتقضي وقت كويس. عندنا قاعدة كبيرة جدا من العملاء حوالي 40,000 نسمة، فإحنا عارفين إن شاء الله بمجرد ما نوقع اختيار الأرض ونبتدي نشتغل فيها يبقى عندنا حجم طلبات هايل على البرودكت اللي أنا بكلمك عليه. بالنسبة لشرق القاهرة إحنا عندنا مشروع جاردينيا سبرينجز وفي أوريدي أرض تابعة لينا بس هتبقى تجاري إداري، وده مشروع دلوقتي إحنا بندرس فيه شراكات تانية مع مطورين أو كوديفلوبرز تانيين. ده موجود في مكان مميز جدا جدا في التجمع الخامس. واضح ان اي جي اي هدفها في سنه 2023 و2024 التجاري والاداري. ده كلام حقيقي، ده كلام حقيقي. الكومبوننت الغير سكني او النون ريزيدنشال هو اللي احنا مركزين فيه قوي السنتين اللي احنا فيهم دول. واحنا في معرض سيتي سكيب مصر قابلنا كمان السيد عمرو حسن رئيس القطاع التجاري لشركه نواصي للتطوير العقاري، واللي كلمنا عن تفاصيل مشروعهم 3 سايتس، أكبر مول تجاري متكامل بتنفذه الشركة في مدينة الشروق شرق القاهرة، وإيه أهم الفرص الاستثمارية اللي بيقدموها للعملاء. ركزوا معي. شركة نواصي من الشركات اللي اتولدت كبيرة، كانت نازلة بأجراسيف كامبين، كنت شايف نواصي في كل حتة، يفط موجودة في كل مكان. كلمني الأول عن شركة نواصي. والله طبعا ده أول حاجة بيكون توفيق من عند ربنا، تاني حاجة بيرجع دايما لاختيارك للكاليبرز اللي هتكون موجودة معاك في الشركة، سواء من فريق المبيعات أو فريق التسويق أو الإدارات المالية وإدارة اللي بتسميها الباك أوفيس. كل ده بيساعدك كتير في أنك قبل ما بتبني شركة، أي مطور عقاري محتاج أن هو يكون عنده إدارات سوليد، عنده ناس حقيقي تقدر تبرزنت البرودكت بتاعه. وبشوف أن كل شركة لازم يكون ليها الكاركتر اللي لايق على البرودكت اللي بتقدمه. فشركة زي شركة نواصي طبعا في بداية الشركة كان كل همي في اختيار الاسم الشركة يكون لايق على المشروع، لان انا بقدم مشروع كوميرشال هاب او توتالي مول تجاري بالكامل، هو مش ميكسد يوز تاور ولا هو ستريب مول مثلا صغير، لا هو حاجة شوبينج مول او شوبينج سنتر انا بسميه زي سيتي مول، لان هو ده المشروع اللي موجود في الشروق. ده اللي هو مشروع 3 سايد مول. فكون ان انت كستارت اب 3 سايد مول يعني اسم نواصي مع ان المشروع كمان اخترته، بحب ان الشركة تختار الاسم يكون وراء مسج. هو مهمة جدا يبقى عندك سيلز ستوري وتكون مهتم بالتفاصيل بالزبط اللي هتنقلها، لان ده اول انطباع هيتكون عنك، بتخاطب بقى الماركت بالكامل سواء عملاء مستثمرين بروكرز ايفن حتى المطورين المنافسين ليك. فاختيار شركة نواصي كان اسم الحمد لله توفقنا فيه بشكل كويس جدا، وطبعا هو نواصي جاي من مقدمة الشيء بصراحة. او رأس الشيء، وهو بمعنى الخيل العربي عند الجي سي سي او عند الخليج بيسموه نواصي، ودايما ناصية الإنسان هي مقدمته أو رأسه، فليه علاقة بالتقدم والتميز. فبالتالي ابتدأت من هنا إن إحنا إزاي نطلع بأيدنتيتي مميزة لنواصي، وريفر بقى من الـ الشركة البراندنج بتاعها سواء ديجيتالي أو الدور كامبينز أو كذا. والحمد لله الاسم يعني سمع بشكل ملحوظ مع ناس لا كتير. لا يعني أنا بصراحة من الأسماء المحترمة واللي سمعت بسرعة الحمد لله. اختيار كل مدينة الشروق بقى، منطقة الشروق بالكامل هي ليفابل سيتي، فيها أكتر من 600,000 بني آدم عايشين، عندهم جامعات انترناشونال، أكبر نادي هناك هو أعتقد نادي هليوبلس، منطقة بالكامل فيها خدمات كويسة جدا. لا حدث ولا حرج، إلا أن هو يعني تفتقد الحتة بتاعة الانترتينمنت. الميزة التانية العامل الندرة اللي أنا قلت لك عليه، أن أنا بصيت لما جيت أعمل دراسة على المنطقة أنا دايما بشوف إيه اللي أنا أقدر أقدمه للناس هنا، خاصة أن هي مدينة عايشة، فإيه الجديد؟ هل هعمل حاجة مشابهة؟ هل هقدم حاجة تفيد الناس فعلا؟ النهاردة ما خشش ريزيدنشال بقى، ما خشش سكني، فأنا لقيت المنطقة تجاري مليانة كومباوند سكني كبيرة جدا باختلاف الكاتيجوريز، من أول العمارات السبريت لحد الميني كومباوند لحد الفيلات لحد الكومباوندز الكبيرة.
ايه اللي ناقص هناك؟ انا شفت ببساطه شديده جدا انترتينمنت، حاجه ليها علاقه بالمتعه والخروج والفسحه. عميل الشروق النهارده في مولات خدميه الصراحه، بس مش بالليفل اللي يتناسب مع شريحه الشروق. من ضمن دراسه المشروع انا بقدم ايه، الخطه الزمنيه بتاعتي ايه، بخاطب مين، سواء العميل او حتى شركات التسويق، مين اللي سوق مشروعي وهيعرف يتكلم بنفس السيت اب اللي انا بتكلم بيه، نفس الكوميونيكيشن اللي انا بحكيها. كل ده مهم جدا يكون موجود في دراسه الجدول المشروع. انا عايزك تغششني على بعض بقى الاسماء الكبيره اللي هنلاقيها في مشروعك. والله احنا بدانا من دلوقتي، ويمكن دي كانت خطوه مسبقه شويه، ان احنا نبدا في تسكين بعض العلامات التجاريه اللي هي انترستد اكتر لمنطقه الشروق. والحمد لله وقعنا اوف بلان كونتراكتس مع بعض العلامات التجاريه الكويسه جدا، ويعني هحاول اقول لك على بعضها يعني. ياريد. فاحنا الحمد لله الجيم مثلا مضينا مع فيت هاب، وده نور خطاب يعني بتهيالي ويل نون واسم كبير في الهيلث كلاب والجيم، ودي كانت حاجه عجبانه جدا ان هو حابب وجوده في منطقه الشروق. وقعنا مع فاشن افنيو، وده برضو من البراندات اللي في الريتيل حابه ان هي تكفر المنطقه دي كويس جدا. يعني في دلوقتي نيجوشيشن برضو مع اسامي بقى كافيهات مطاعم زي اسبريسو لاب، ستاربكس، ماكدونالدز، اسماء كلها كبيره هتبقى موجوده. راعي سبورت ان شاء الله هيكون موجود معانا برضو. بص المكان بوتنشال، بتعرف منين؟ من اقبال الشركات اللي بتسال احنا هنفتح امتى، البنك اللي يجي يسال الاوبننج امتى. المنطقه متعطشه فعلا، وعايز اقول لك من اول طريق السويس لحد طريق مصر اسماعيليه هو حقيقي مفيش حاجه كوميرشال تليق بمدينه الشروق. بنحاول نقدم ده ان شاء الله يعني. لو حابب اخد فكره عن مكونات المشروع، هل هو تجاري فقط ولا في اداري؟ المشروع بتاعنا كوميرشال مول، هو كله تجاري على 60,000 متر، 5 أدوار، فيهم دورين بيزمنت، متعدد الانشطه بقى يعني، في جزء جيم، سوبر ماركت، صيدليات، منطقه بنوك، كافيهات ومطاعم، منطقه فود كورت او مطاعم فاست فود، محلات ريتيل يتعمل فيها شوبينج بشكل متنوع. فانا بحاول اقدم لهم مسج ان الحته اللي ناقصه احنا بنكملها كنواصي في منطقه الشروق يعني. تشاهدون بعد قليل. طبعا مصر ايطاليا محتله المركز الثاني في مبيعات شرق القاهره على مدى سنين، عاملين حجم استثمارات قوي جدا جوه العاصمه الاداريه على ارض الواقع. مدينه العالمين اعلنت عن نفسها بقوه السنه دي، ويمكن مهرجان العالم عالمين كان فعلا نقله في السياحه في الساحل الشمالي. طبعا تواجد مدينه العالمين ادى ثقل كده للساحل الشمالي، وان شاء الله نتمنى تشغيل مطار العالمين بقوه، محتاجينه قوي ومحتاجين فنادق اكتر. تشاهدون الان. طبعا مصر ايطاليا محتله المركز الثاني في مبيعات شرق القاهره على مدى سنين، عاملين حجم استثمارات قوي جدا جوه العاصمه الاداريه على ارض الواقع. مدينه العالمين اعلنت عن نفسها بقوه السنه دي، ويمكن مهرجان العالم عالمين كان فعلا نقله في السياحه في الساحل الشمالي. طبعا تواجد مدينه العالمين ادى ثقل كده للساحل الشمالي، وان شاء الله نتمنى تشغيل مطار العالمين بقوه، محتاجينه قوي ومحتاجين فنادق اكتر. شركة مصر إيطاليا كانت من العارضين اللي قدروا في معرض سيتي سكيب يلفتوا أنظار أكبر عدد من زوار المعرض، وقدموا مجموعة من العروض الحصرية في أسعار وأنظمة سداد الوحدات. وبالمناسبة شركة مصر إيطاليا بتنفذ دلوقتي مجموعة من المشروعات القوية، هنتعرف عليها من المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصر إيطاليا، وحنعرف منه أهم العروض والفرص اللي بتقدمها الشركة لعملائها بالسوق العقاري. في البداية أحب أهنيكوا على مشروع سولاري، البداية الحقيقية لمصر إيطاليا في الساحل الشمالي، واللي حققته فيها نجاح كبير جداً الصيف اللي فات. حابب حضرتك تكلمنا عن مشروع سولاري وبدايتكوا القوية في الساحل الشمالي. إحنا الحمد لله 2023 كانت سنة سعيدة على مصر إيطاليا، قدرنا نعمل عدة نجاحات، كنا مستهدفين كذا حاجة قدرنا الحمد لله نعملها، سواء مبيعات أو حجم استثمارات أو حجم إنشاءات وتسليمات. والحاجة الحلوة برضو اللي احنا عملناها، اللي احنا نزلنا في الساحل الشمالي بمشروعنا سولاري. المشروع ده في حدود 380 فدان، يمتاز بشط كيلومتر
واحد كيلومتر. المشروع ده خد مننا وقت كبير جدا في اعداده. بالنسبه لنا ده اول مشروع لينا في الساحل الشمالي، فاحنا عاوزين نخش تبقى بدايه قويه في الساحل الشمالي. فالمشروع ده اتعمل الماستر بلان بتاعه في امريكا في EDSA، ده من اكبر ثلاث مكاتب موجوده في العالم. المكتب ده مكتب امريكي، وعملنا الديزاين بتاعت اليونتس بتاعت الوحدات عند مكتب وايت سبيس، ده مكتب هولندي. المشروع ده زي ما قلت لحضرتك خد مننا وقت كبير في اعداده، طلعنا فيه كل الخبره بتاعتنا بتاعت مصر ايطاليا. عملنا لونشين قوي جدا، عملنا نجاح فيه قوي جدا. كنا ساعتها نزلنا بحوالي بعنا ب 2.4 مليار جنيه، لغايه دلوقتي احنا بايعين فيه حوالي 3 مليار جنيه. وفي نفس الوقت خدنا قرار وزاري، واحنا من اسرع الناس في القطاع خدت القرار الوزاري. وان شاء الله على بدايه السنه الجايه هيكون في حجم انشاءات قوي جدا. طبعا مصر ايطاليا محتله المركز الثاني في مبيعات شرق القاهره على مدى سنين. عايزين نعرف من حضرتك اخبار مشروع البوسكو اللي في العاصمه، واللي على راس هذه المشروعات اخبار التسليمات فيه ايه؟ احنا عاملين خطه قويه جدا للعاصمه الاداريه في 2023 ابتدينا بيها، وعلى نهايه 2023 هنكون سلمنا حوالي 1800 وحده. مشروعنا البوسكو اللي هو في العاصمة الإدارية في مساحة 200 فدان. انتوا من أكبر المطورين اللي موجودين في العاصمة الإدارية. الحمد لله احنا يعتبر تاني أكبر مطور يمتلك محفظة أراضي موجودة في العاصمة الإدارية. مش مشروع واحد، ده أكتر من مشروع كمان. عندنا مشروعين، البوسكو وفينشي، وعاملين برضو حاجة اللي احنا هنبتدي نسلم في المرحلة الأولى في فينشي، ودي أول مرحلة تسليم هنسلمها السنة دي. هنسلم في حدود 800 وحدة، وهم عبارة عن 600 شقة زائد 200 فيلا، فعاملين حجم استثمارات قوي جدا جوه العاصمة الإدارية على أرض الواقع، وعاملين حجم تسليمات كبيرة جدا، ومهتمين جدا بالعاصمة الإدارية، لأن شايفين العاصمة الإدارية من أهم المناطق الموجودة في جمهورية مصر العربية. فيها اهتمام حكومي، فيها بنية تحتية ما حصلتش قبل كده سواء في مصر أو في الشرق الأوسط. فالعاصمة الإدارية عاوز أقولك هتبقى أهم منطقة موجودة في الشرق الأوسط الأيام القادمة إن شاء الله. انتوا كمان كان عندكم جرأة كبيرة جدا ان انتوا تكونوا من اكبر المطورين الموجودين في العاصمة بتاني اكبر محفظة اراضي، وكمان تدخلوا في المشروع الموازي ليها المستقبل سيتي بمشروع البوسكو سيتي. ما خفتوش ان حتى مشروع العاصمة ينافس مشروع البوسكو سيتي؟ بص اطلاقا احنا عندنا رؤية ان شرق القاهرة هو عليه طلب قوي جدا. شرق القاهرة هو الامتداد الطبيعي للتنمية في مصر. احنا عارفين ان المستقبل باللوكيشن بتاعها هو الامتداد الطبيعي للعاصمة الادارية، وهي حضن العاصمة الادارية وحضن القاهرة الجديدة. احنا عندنا الارض حوالي 268 فدان، وشايفين ان المستقبل هي اسم على مسمى، هو مستقبل فعلا وقادمة، وفيها مجموعة من اكبر المطورين في مصر، وفيها اكبر مطورين موجودين في جمهورية مصر العربية، وهي في نفس الوقت اللوكيشن بتاعها لوكيشن عبقري، بتحدها من جنب العاصمة الإدارية، بتحدها من الجنب التاني القاهرة الجديدة، فهي في قلب القاهرة فعلا. وهم في الآخر القاهرة الجديدة بالمستقبل بالعاصمة الإدارية هيبقوا حاجة واحدة في المستقبل لغاية امتداد السخنة. فعشان كده شرق القاهرة لسه قدامه وقت كبير للتنمية، ولسه قدامه توسعات هتحصل، والمستقبل هيبقى في شرق القاهرة. خلي بال حضراتكم، شركة مصر إيطاليا هي كمان الراعي الذهبي لمعرض سيتي سكيب مصر، إنها كانت ضمن قائمة المطورين الأكثر مبيعاً خلال السنوات الأخيرة، ودايماً بتستعين بأكبر الاستشاريين والمصممين في العالم، وده اللي عرفناه وإحنا بنشارك في معرض سيتي سكيب مصر لما قابلنا المهندس محمد خالد العسال المدير التنفيذي لمجموعة مصر إيطاليا. مصر إيطاليا بتتميز عن معظم المطورين بمحفظة أراضي متنوعة جداً. إيه المناطق اللي حضرتك شايف العميل بيفضلها النهاردة؟ إحنا الفترة السابقة كان تركيزنا أغلبه في شرق القاهرة بمشروعين الموجودين في العاصمة، سواء البوسكو أو فينشي، والحمد لله بدأنا تسليمات بكثافة وقوة في البوسكو،
وفينش هنسلم مراحل كذا مرحلة السنة الجاية. وعندنا المشروع في المستقبل سيتي البوسكو سيتي مهتمين بيه جدا، وده من أكبر مشاريعنا على مساحة 270 فدان. مؤخرا السنة دي خدنا أرض في الساحل الشمالي في رأس الحكمة في كيلومية 99، مشروع سولاري ده 386 فدان. والساحل الشمالي ده أنا بعتبره من أهم مناطق العالم. مدينة العالمين أعلنت عن نفسها بقوة السنة دي، ويمكن مهرجان العالم عالمين كان فعلا نقلة في السياحة في الساحل الشمالي. طبعا تواجد مدينة العالمين أدى ثقل كده للساحل الشمالي، وإن شاء الله نتمنى تشغيل مطار العالمين بقوة، محتاجينه قوي ومحتاجين فنادق أكتر. يعني طبعا في الموجود تحت الانشاء مجموعه فنادق كبيره. احنا في مشروعنا في سولاري مبدئيا عندنا مخطط لفندقين، بنقارن الايام دي بين عروض لمين المشغل، ومهتمين جدا بالساحل الشمالي، منطقه ساحره وجميله وان شاء الله نتوسع فيها كمان. ليه بتفضلوا شرق القاهره عن غرب القاهره مع ان في شغل كويس جدا في غرب القاهره برضه؟ لا، احنا كان بدايتنا في مدينه نصر ومصر الجديده، واصولنا من شرق القاهره، راح عارفين سوقها اكتر وعملائنا فيها. بس ان شاء الله يعني على بنبحث فرصه استثماريه في غرب القاهره، ان شاء الله السنه الجايه نتوسع في غرب القاهره. يعني منطقه جميله جدا ومع مطار سفينكس والمتحف المصري وكميه الديفلوبمنت اللي بتحصل فيها، لا مهتمين بيها طبعا. يعني النهارده في مطورين كتير بيتوجهوا لخارج مصر كمان، راي حضرتك ايه في التوجه ده؟ وهل عندكم نيه للاستثمار خارج مصر؟ أنا رأيي آخر 20 سنة حصل تطور جامد جدا للمطور المصري. المطور المصري بقى بيقدم منتج مستوى عالمي حقيقي، سواء سكني أو فندقي أو ترفيهي أو مكاتب إدارية. وشايف جه الوقت اللي يبدأ ينقل خبرته والتجربة الناجحة ليه لدول جوار، بالأخص السعودية اللي هم الشعب قريب من ثقافتنا قوي، بيحب مصر والمصريين بيحب السعودية جامد. تبادل الخبرات ده مهم جدا. احنا كان في فترة الشركات الإماراتية والسعودية كانت بتيجي مصر وما زالت بتيجي مصر، سوق قوي جدا، واحنا متوسعين في مصر هنتوسع اكتر، بس بنفكر جديا ان احنا نبدا نخرج بره مصر. يعني الظروف الاقتصادية الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا على مستوى العالم، لكن في مجال الريل استيت هل التأثير كان ايجابي ولا سلبي؟ شفنا مبيعات ضخمة جدا، لكن كمان شفنا ارتفاع في التكاليف عالي جدا. قدرتوا تحلوا المعادلة ازاي؟ طبعا الظروف الاقتصادية صعبة على العالم كله، ومصر تأثرت جامد جدا، ومعدلات التضخم عالية قوي مستمرة. طبعا حصل أرقام قياسية للشركات الكبرى للمبيعات، منهم احنا كله بيحقق أرقامه وبيتزيد عن الأرقام المستهدفة ليه. أغلب الشركات السنة دي بايعة تقريبا ضعف السنة اللي فاتت أو فوق 50% من السنة اللي فاتت. ده سلاح ذو حدين، طب سعر مظبوط ولا مش سعر مظبوط؟ معدلات البونة بتاعتك، التسليمات، احنا بنفضل ننزل بمراحل حجمها مش كبير ونبيعها في وقت محدد، نبدأ بنا فيها فورا. احنا في كذا مرحلة في مشروع فينشي على الأخص بعناها في 2022، ثلاث مراحل السنة اللي فاتت في 2022، السنة دي اتبنوا بالكامل خرسانات. مهم قوي اللي انت تبقى عينك على الكونستراكشن وعلى سعر البيع، ما تنزلش بأسعار أقل من التكلفة أو قد التكلفة، متحفظ وعامل حساب المخاطر وعامل حساب معدلات الفايدة اللي هتزيد. ده مهم جدا. يعني باشمهندس محمد، بنشكرك جدا لوجودك معنا النهاردة، وبنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نبارك لكم قريب على مشروعات في غرب القاهرة. شكرا يا سراج، وإحنا بدي لكم الدعوة تزورونا في مشروع البوسكو وتتفرجوا على جمال المشروع وكم التسليمات اللي بنعملها. ومشروع قاي السخنة برضو عاملين حاجة على البحر الأحمر في العين السخنة، حاجة جميلة جدا برضه، نتمنى تزوروها معانا. ومشروع كايرو بيزنس بارك في القاهرة الجديدة، إن شاء الله اللقاء الجاي يبقى جوه مشاريعنا. سيتي سكيب مصر حقيقي كان رسالة قوية بتأكد للعالم إن السوق العقاري في مصر هو السوق الأقوى في الشرق الأوسط، وإن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار رغم الظروف والتحديات الصعبة اللي بتواجه العالم، وإن الرهان دلوقتي بقى على المطور الشاطر اللي قادر ينافس ويقدم لعملاء وتجارب وأفكار مبتكرة لمشروعات قوية تليق بحجم تجربة مصر الرائدة في القطاع العقاري.